لكل منطقة تدور فيها المواجهات حكايتها، ولمريس الواقع شمال مدينة الضالع حكايتها الخاصة. ففي الوقت الذي تظهر فيه الدبابات وتحتدم المعارك وتزداد وتيرة القصف الهستيري من قبل الميليشيا على القرى الواقعة بنفس المنطقة، مخلفة دمارا في المنازل والمدارس ودور العبادة، إلا أن ذلك لم يؤثر في سير الحياة التعليمية والمدنية على الإطلاق. هنا أقيمت فعالية احتفائية لتكريم أوائل الطلاب، وشاركت فيها العديد من مدارس المنطقة، لتكون الرسالة الأهم في هذا المشهد أن أصوات السلام ستتغلب على آلة الموت. هذه الأيام في مريس شبابها يقاتلون ويدافعون عن الوطن من الميليشيا الانقلابية، وأطفالها يطلبون العلم في المدارس من أجل بناء الوطن في المستقبل. قد نحمل السلاح، ولكننا سنظل متشبثين بمشاريع الحياة. هكذا كان المنظر الختامي الذي أراد أبناء منطقة مريس إيصاله للفضاء العام، لتصبح ثنائية الحرب والعلم في مريس هي المتلازمة الأكثر اختلافاً في المشهد.